وما دمنا نتحدث عن الإمارات نلقي نظرة على أسواقها. نذهب معا إلى زميلة المحللة المالية في الشرق الأخبار ماري سالم. صباح الخير ماري، كيف ترين تعاملات السوق اليوم؟ صباح الخير سبا، ويعطيك ألف عافية. يعني من الواضح أنه اليوم الصبح عم نشوف نوع من ضغط على المؤشرات بالإمارات، حتى ممكن أنه نشهد على بقية المؤشرات الخليجية بشكل عام، خاصة من بعد التراجعات اللي شهدناها على أسعار النفط. يعني برنت على الـ $75، يعني كنا دائما نحكي أنه في غياب للمحفزات أو المحركات بقلب الأسواق، إنما اليوم تحديدا في عنا تراجع أسعار النفط، في عنا قرارات الفيدرالي بعد الظهر، في عنا بعض النتائج من قبل الشركات، فممكن أنه يكون في لها تأثيرات، ولكن ما بتخيل أنه يكون في عنا أحجام تداول جدا كبيرة. يعني حتكون في تذبذبات بالتداولات اليوم بقلب الأسواق، إنما أحجام التداول ما رح تكون كتير كبيرة، لأنه مثل ما ذكرنا مبارح إنه في بعض الأخبار صارت نوعا ما مسعرة بقلب الأسواق، والمستثمرين متراقبينها بطريقة أو بأخرى. إنما اليوم يعني عم جرب إني شوي تابع اللي عم بيصير بقلب الأسواق. في عنا ارتفاعات نوعا ما على بعض الأسماء العقارية مثل ديار أملاك تيكوم من بعد النتائج الجيدة اللي أعلنتها، يعني 34% نسبة ارتفاع بالصافي الأرباح تبعها على أساس سنوي، نتائج جيدة جدا، خاصة أنه هن أعزوا أنه هذا الزيادة هي بسبب الأوكيبنسي اللي موجودة عندهم، يعني في عندهم الأجارات أو حتى البروبرتيز اللي موجودة عندهم كانت عم بيتم استخدامها بشكل جدا مستدام. من ناحية أخرى في عنا نتائج الدار كمان إجت جيدة جدا، في عنا 8.6% ارتفاع على أساس سنوي بالأرباح، يعني 725.7 مليون درهم كانت صافي الأرباح تبع الدار. كمان الشركة أعلنت أنه في جزء كبير من الأرباح تبعها كان بسبب زيادة الطلب من قبل المستثمرين الأجانب أو حتى الوافدين داخل الدولة. يعني بلشنا نشوف شوي استثمارات مختلفة عم تنضخ بهذه الشركات العقارية من خارج الإماراتيين تحديدا أو اللوكلز، فهذا الشيء بيدعم الاستمرارية أو حتى الطلب يلي هو عم بيكون موجود على العقارات يلي هي عم تطرح. امبارح حكينا شوي سبع عن قطاع الاتصالات، اليوم صدرت الأرقام من اتصالات ومندو، في تباين طبيعة الحال بقلب النتائج، لكن كنت من شوي عم فكر إذا عدل انه نقارن هذه الشركتين ببعضهم، لانه في البزنس موديل تبعهم شوي بيختلفوا، او حتى التوسع تبعهم جيوغرافي بيختلف بين اتصالات ودو، فممكن انه نكون شوي عم نغلط اذا بدنا نجي نقارن بشكل مباشر. انما دو كانت على ارتفاع على اساس سنوي 19% بالارباح تبعها، واتصالات على تراجع. اكيد حتطرق الى هذا الموضوع مع ضيوفك اكثر بعد شوي، ولكن الصوره حتضل شوي هيك بشكل عرضي بالأسواق الخليجية. ماري سالم شكرا جزيلا لك، ومعك حق ماري، بالفعل انا رح اتطرق لموضوع نتائج شركات الاتصالات بالامارات مع ضيفي هنا في الاستوديو.